الكيك بوكسينغ هي رياضة مختلطة، وهي رياضة مشي خاصة بالرجال فقط، هي رياضة مختلطة يعني بالرجال والنساء، ولكن إقبال كبير تاع الفتيات الحمد لله. باسكو علاه الكيك بوكسينغ غادي تخليك تكوني قمة في الأنوثة، وأما طور عندك سيلف ديفونس، تكوني بوزيتيف، تكون عندك لا كونفيونس في راسك بزاف. مام طريسانة من ولاية تيلينغسان الجزائر. بديت رياضة الكيك بوكسينغ في مدينة الرمشي في سنة 2019. بديتها باسكو ديجا كنت شفت عليها شحال من فيديو، شفت بزاف تاع لي كوليب اللي كانوا معانا ولاو دي شامبيون، كشغل تموتيفيت باش انا نكون في ليكيب ناسيونال ونولي شامبيون ان شاء الله، يوصل الوقت اللي نولي شامبيون. بون عجبتني بزاف باسكو شغل تبعدك بزاف عن لي نيجاتيفيتي، دوك غادي تكون انسان بوزيتيف بزاف في حياتك، يكون عندك لا كونفيونس، تكون تكوني قمة الأنوثة، أو ميم طور عندك هاديك سيلف ديفونس تاعك كأنثى. نواجه انتقادات بزاف في هاد الرياضة باسكو علاه كاع لونتوراج يشوفها بلي هي رياضة خاصة بالرجال، و باغ كونطخ انا نشوفها بلي هي رياضة تعطيك لا كونفيونس في روحك بزاف، وتخليك توجور تكون بوزيتيف، وميم سي يكون كاين الناس تهضر والناس تكريتيكي فيك وهذه، بصح توجور تكون نتايا عندك لا كونفيونس في روحك بلي راك دير حاجة ملي شغل ليغال. الكيك بوكسينغ هي رياضة مختلطة، وهي رياضة مشي خاصة بالرجال فقط، هي رياضة مختلطة يعني بالرجال والنساء، ولكن إقبال كبير تاع الفتيات الحمد لله. باسكو علاه الكيك بوكسينغ غادي تخليك تكوني قمة في الأنوثة، وأما طور عندك سيلف ديفونس، تكوني بوزيتيف، تكون عندك لا كونفيونس في راسك بزاف. بون لوبجيكتيف تاعي من هذه الرياضة اللي هي رياضة الفنون القتالية هو ننضم للفريق الوطني للجزائر تاع الفنون القتالية، و لوتر اوبجيكتيف سي كو ندخلو للسبورت كومبا ولا الكيك بوكسينغ بصفة خاصة للفئة تاع الفتيات في المجتمع الجزائري. هادي انت عاودي لي هاك روح شو يدي عاودي روح سي با ان دو عندك سي با زوج تاع ليهم مباشرة او شدي لي ديري لي جاب روحي تحيات فرانكي فرانكي خرج